السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نكمل معكم هذا الموديل. هذا غادي نديرو الفتحة ديال العنق. ضروري تشوفوا الفيديو اللي خدمت قبل من هذا واللي قبل منه. بديت معكم أخواتي من الأول، وريت لكم كيفاش نبداو هاد الفي هادي، كيفاش نتنيو التوب بلا ما نقطعو حتى نخدمو القياس اللي بغينا، عاد من بعد نقطعو ونشبو. وريت لكم في الفيديو الثاني كيفاش نخدمو هاد الوسط والجناب الكورميط. دابا إن شاء الله غادي نكملو الفتحة ديال العنق. قبل أخواتي، كنت ملي ساليت معكم فيديو هنا قلت لكم غادي نوري لكم القياس اللي غنخليه هنا. انا غادي نقرب لكم ونحسب معكم هذوك الضربات. المهم هذا هو القياس اللي خليت انا هنا. نتوما هانتوما شوفوا الشكل، وراه كل وحده والذوق ديالها، اولا كل وحده واش طلب ليها الكليانه ديالها. نتوما هذا هو القياس، هانتوما شفتوه، بغيتو تزيدوا زيدوا، بغيتو تنقصوا نقصوا. انا دائما اخواتي ملي تنوري لكم شي شكل راه تنوري لكم حتى الطريقه كيفاش تزيدوا اولا تنقصوا. هانتوما اخواتي، راه كنت حبست معكم الخدمه هنا وقلت لكم غنمشي نخدم المسرح ومن بعد غنوري لكم القياس. هانتوما انا حسبت هاد الضربات هادو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خليت هنا 10، وهنا اخواتي ما بين هاد العوينه والعوينه الاخرى خليت 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هنا خليت 9 على حساب الزواق، غادي نوريه لكم من بعد. وهنا راه هذا هو القياس اللي خليت انا هنا، بغيتو تزيدو فيه زيدو، بغيتو تنقصو نقصو، المهم هذا هو الشكل. غادي نكملو دابا اخواتي الفتحه ديال العنق. انا دائما الطريقه اللي تندير بالنسبه لهاد التوب هذا اللي كيبقى هنا، انا في الاول كنت تنبلو تنقطعو تنبلو، ولكن من الاحسن بلا ما نبلوه، خصوصا في التوب ديال الكريب او الجهاره، فملي تتلبس الجلابه او القفطان تجي ديك الشده ديال الخيط باينه. وبالنسبه للتوب ديال الفتحه ديال العنق، انا ما كنقطعوش وما كنخرجوش برا، من الاحسن يجي لداخل بلا ما نقطعو نخرجوه يبان. هنا راه كيبان كتر لداخل، راه ما تيجيش باين، كتنا هنا غير رانده والتوب كيبقى لداخل، كتبقى غادي هاد البلاصه نقيه. اما اللي قطعنا راه كندوروه وكنلصقوه هنا، هي فين تيجي باين تيجي معيق، من الاحسن يبقى لداخل. انا هذه هي الطريقه اللي تندير. بالنسبه للاخت اللي سولتني على الرانده علاش نقلبها، حقاش الفتحه ديال العنق ديال الجلابه راه كتقلب صافي، كنبغيو الرانده تبان من الداخل على وجهها. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوا لان الكريب ما كيجيش فيه الرانده، ها هو اخواتي راه كنخدموا هاد الايام تغيب توب ديال الكريب، ما عدا الا كان شي توب ديال الكريب عيان وجات شويه. اما هنا ها انتم راه التوب ديال الكريب، ان شاء الله ملي غتكمل الجلابه غنوري لكم كيفاش جات. هنا عاوتاني الطريقه اللي تندير هو انني في الاول كنقسم الرانده، عاد من بعد كنقلبها، ماشي من الديبار نقلبو ونقسمو. انا الطريقه اللي تندير نقسم، غنقسم دابا نشوف النص ديالي فين هو، نخدم فيه واحد شويه يبان، وديك الساعه غنقلب ونخدم من الداخل، غادي الخدمه مزيانه وسهله. بالنسبه للعرض ديال هاد الرانده اخواتي راه فيها 26 عين. الطول ديال هاد التقطيعه قطعت فيها 38، الحرير مبروم على جوج شعرات، الابره خدمت بالبره النمره 6. غنجي لهنا غنهز النص ديال هاد الرانده هادي، الجناب كنخدمو عادي. هنا راه جاتني الفرقه هنا في هاد الرانده هادي، خاصني نخدم هنا القياس ديال 10 الضربات باش نفتح عاوتاني بحال هاد العوينات. غنهز هاد العوينه الاولى ونخلي هاد جوج ضربات اللي مغلفاهم، ونخدم هنا خاصني نهز القياس ديال 13 عين. 1 2 هنا هي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هذه هي 13. هنا اخواتي باش تجي الرانده مقاده كيف هنا كيف التوب، في هاد الضربه الاخرى غنلوي جوج لويات، كتجي هاد العوينه عاليه بحال هنا شدات في التوب، وتجي حتى هاد العوينه شويه واسعه باش ملي غنبغي ندرس هاد الفتحه او ندور مع القب تيجي الدرس في هاد العوينات مزيان. نرجع مع السطر، كنرجع معها 13 عين عادي، نشد هنا في التوب
ونعود نرجع مع السطر في جناب الكورميط والوسط راه كنخدموا عادي، حقاش انا جاتني هنا الخدمه. تقدروا نتوما في هاد التقطيعه هادي ملي تبغوا تقسموا تقدر تجيكم هنا في هاد الفي ولا الفي الاخرى بحال بحال، قسموا على جوج وخدموا الشكل اللي عندكم اولا الزواقه كيف ما كانت. الا قسمتوا بحال هاكا راند على وجهها واحد سنتيم عاد قلبتوا راه تجيكم سهله. صافي غنرجع مع هاد السطر نبقى نخدم عادي حتى نوصل لاخر عوينه اللي هي هادي. غادي نلوي على الابره جوج لويات صافي ونرجع دابا عادي. بالنسبه لهنا العرض ديال هاد الرانده عندنا 26 عين، درنا 13 في الجهه. شي مره كيكون عندنا هكا 27 او لا 25، قسموا على جوج ولا بقات عوينه الوسط راه عادي واخا تبقى. ملي كطلعوا الدرس راه كتشدوا فيها وكدوا دايرين ما تجيش باينه. في الاول طلعنا حلينا هاد العوينه عاودنا رجعنا فيها، طلعت مع هاد السطر ونزلت غنعاود نطلع مع هاد السطر. وبنفس الطريقه ملي نوصل لهاد العوينه غادي نلوي جوج لويات على الابره. هنا راه مازال ما سالينا القياس، خاصي يوليو عندي هنا 10 العقدات عاد نفتحو بحال هاد الفي هادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دابا عندي 10، ملي غنكون طالعه في السطر الاخر غنفتح عوينه ننزل مع هاد السطر. هنا الخدمه ديال الجناب اللي حدا التوب خاص تمشي الخدمه هي هي، اما الوسط الا جا شي شويه ديال التغيير في هاد الفي ماشي مشكل، المهم الجناب اللي كيجيو باينين كتر. شدوا الزواقه من الجنب، الجنب يمشي مزيان وسيروا هنايا الوسط. حتى الا جات هنا عين ناقصه اولا زايده في هاد التقيبات هادو ما تجيش باينه، حقاش نقسمو تتكون عين الوسط ملي كنقسمو راه كتقسم. هنا غنبقى نخدم حتى يبقاو عندي 3 العوينات 1 2 3، غنزيد هادي باش يبقاو غير 3. صافي غادي نغلف هاد جوج ضربات. هنا راه نقصنا جوج، راه ما يمكنش نكونوا نازلين نغلفوا جوج عوينات هادي وهادي، راه ماشي هاد جوج عوينات هما هادو ملي كنا طالعين. هاد جوج عوينات هانتوما اخواتي ملي نقصناهم ملي كنا طالعين، ملي نزلنا عمرنا بثلاثه ديال الضربات. ما بين هاد ثلاثه ديال الضربات هما هاد جوج عوينات، ها عين وهاد عين، وهاد العين هي اللي غاديه فيها هاد الضربه، وهاد العين الثانيه غاديه فيها هاد الضربه. يعني انا دابا ملي هابطه راه هاد جوج عيون هما هاد جوج ضربات، غادي نغلفهم بحال هكا بثلاثه ديال المرات. غيبقاو ليا هنا لتحت جوج ضربات غادي نخدم فيهم. الخيط ولا قصير غندخلو هنا في التوب وغنركب خيط اخر، نجي لاخر ضربه نشد فيها، نهز هاد العوينة ديال الحرير، نزير هاد الضربة مزيان ونجر الخيط اللي لتحت باش ما تجيش باينة. صافي ونكمل الخدمة عادية، نشد هنا في التوب هاد العوينة اللي كنخليو هنا غنخدم فيها، نقص هاد جوج عوينات اللي هما مغلفين ونشد في هاد العوينة هادي. دابا ملي كملت هنا 10 ديال الضربات خاصني نفتح عوينه. صافي غنجي حتى لهنا نخلي هاد العوينه ونشد هنا وما ننساش نلوي جوج لويات على البره. صافي ونرجع غادي نعمر هاد الخيط
جوج ضربات صافي. نكمل السطر ديالي عادي. دابا بديت كنفتح في هاد الفي، غادي نبدا جايبه هاد العوينات بحال هكا، بحال هنا النص ديال هادي راه تيجي غير بحال هكا، والجهه الاخرى ثاني غيجي بحال هكا صافي. ونكملوا حتى نكملوا هاد القياس اللي عندنا هنا في الثوب. غادي نزيد نخدم معكم هاد السطر، هنا نخدمه تقريبا غير واحد القياس ومن بعد نقلبه. هنا غنعمر بثلاثة، نخدم هاد العوينة اللي هنا، نشد في الثوب، نحاولو نمشيو بالدقات مقاربات باش ما تجيناش الراندة مكمشة. هاد الراندة اخواتي راني وريتها لكم في اللول راه باقا ما مصلوحاش، ومع الضربات مقاربات تجي هاكا متلوقة ما تتكمش ما والو واخا تصبن. ملي غنوصل لهنا غنخلي عوينه وغنجي لهنا، دوك جوج ضربات اللي عمرت بهم هذا الخيط غنشد وسطهم. كاين هنا واحد العوينه وسط دوك جوج ضربات غنخدم فيها بحال هكا باش كنبقاو جايبين هاد العوينات بحال هكا ميلات. هنا غنجي لهاد العوينه هذه ضروري لوج لويات العلبه صافي، وغنرجع مع هاد السطر عادي. إذا ضربتو بحال هكا اخواتي شي ضربه وجات ما مقاداش، من الاحسن تحلوها ما حدكم باقا فيها، ماشي حتى تطلعوا الرانده عاد تبعدوا عليها عاد تبغيو تحلوها. صافي اخواتي هانتوما، غنشد هنا هاد العوينات غنبقى غاديه بهم بحال هكا. في الجنب راه كتبقى الكورميط غاديه تتخدم عاديه. دابا غنوقف الخدمه هنا، ندوز بنفس الطريقه غنخدم هنا وعاد غنقلب ونخدم من الجهه الاخرى. غادي نوري لكم بعدا كيفاش نخدموا هاد القياس. هنا غادي نركب خيط جديد وغنجي لهنا، حنا كنا طالعين مع السطر غنكملوا الطلعه عاديه. غنجي لهنا لهاد العوينه غادي نثبت فيها الحرير بحال اللي غنكملوا السطر ديالنا عادي، ولكن حنا راه غادي نقسمه صافي. ونخدم في هاد العوينات، هنا ثبت الحرير غنخدم هنا، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود ها عشرة. غنخلي هاد جوج عوينات هنا ونشد هنا. هيا اخواتي من تبغيو تخدموا بحال هكا ما تجيوش لهنا لجهه الثوب وتبداو نازلات، حنا كنا طالعين غنكملوا الطلعه ديالنا باش تبقى غاديه لنا الكورميط بحال هكا. اما الا جينا من الفوق ونزلنا راه تيجي هكا واحد التغيير، من الاحسن بلاش. كنتو طالعين كملوا الطلعه، كنتو نازلين كملوا النزله ديالكم. نشد هنا في الثوب، دابا تنكمل الخدمه ديالي عادي واخا قسمت. غادي نجي لهاد الخيط غنخدم ثلاثه ضربات، واحد جوج ها ثلاثة، وننزل أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة احداش اثناش وها 13.
شوفوا كون ما شديتوش في الاول هنا وخدمتو غير في هاد العوينه ومشيتو، راه غتبقى عندكم غير 12 دائما اخواتي. الا كان العدد بحال هكا زوجي 26 عين وبغيتو ديروا 13 هنا و 13 هنا، ملي تخدموا النص الاول ملي تبغيو تبنيو عليه النص الثاني غتبداو من هنا، من هاد العوينه في نفس العوينه تنشدوا لهاد الجيه ولهاد الجيه باش ما تجيناش جهه ناقص على جهه. غادي نشد في هاد العوينه الاخرى بنفس الطريقه كيف ما درت في الجهه الاولى، غادي نلوي جوج لويات على الابره بحال هكا صافي، ونرجع مع السطر حتى نكمل عاوتاني القياس مسرح، ونبدا نفتح عاوتاني عوينه كيف ما درنا في الجهه الاولى. نرجع دابا عادي، بزاف ديال الاخوات ملي تيقسموا هكا الراندا تيقولوا لي بان جاتنا جهه اكبر من جهه، ديروا هذه الطريقه راه تجي قد هنا قد هنا في حاله ملي تيكون العدد زوجي، اما لك العدد فردي راه كتبقى عوينه الوسط عادي ما تدي ما تجيب. نرجع مع السطر اخر عوينه اللي فيها جوج لويات، غنبقى نخدم بحال هكا حتى نكمل القياس ديال 10 ضربات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، غنزيد سطر اخر وعاد نفتح هاد العوينات بنفس الطريقه اخواتي. المهم انا وريت لكم كيفاش تقسموا، غنكمل هاد الشويه هذا ونرجع لكم. ها انتم اخواتي راح نقسمنا دابا، هذه هي القسمه قسمناها هكا على وجهها تنعرفوا هكا الراندا كيفاش نقسموها، اولا الا كانت عندنا شي زواقه كيفاش كتقسم، وراه حتى ملي كتخدم الجلابه راه ملي كنقلبوا هاد البلاصه راه ما كتقلبش كتبقى هاد البلاصه مقاده، من الاحسن نقسموا وعاد نقلبوا. دابا غنقلب الجهه الاخرى في الجلابه راه كنقلبوا في القفطان، راه حنا ما كنقلبوش من طبيعه الحال. صافي نثبت الثوب، من الاحسن نشدوا في الراندا دابا نخدمو جهة بجهة، كل جهة نخدموها بوحدها. غنجي لهنا للجهة اللي لتحت صافي، الجهة اللي الفوق كنخليوها حتى تنكملو هادي، وراه كنديرو بحالها. ملي دابا قسمنا الخدمة راها باينة مغاتجيناش صعيبة، غادي نخدم هنا العوينة الأولى وهاد جوج ضربات يعني كنغلفو غير العوينة الثانية، غادي نغلف فيها ثلاثة المرات. في العوينه الثالثه غنشد هنا، راه مع قسمت الراندا على وجهها من الجهه الاخرى غاتجيني دابا الخدمه سهله، اما كون شديت في الاول قسمت وقلبت غادي شويه صعيبه الخدمه باش تجي تخدميها من هنا وفي نفس الوقت تقسمي الزواقه. صافي هنا غنخدم عادي حتى نوصل لعد هذا الخيط هذا، هي كون خليته حتى قلبتو ملي غتوصلوا لهنا ما تبقاو تعرفوا لا خاصكم تفتحوا عين لا خاصكم تعمروا، اما دابا باينة الخدمه. ها نتوما وصلت الخيط، غادي نعمرو بجوج ضربات نخدم هاد العوينه، العوينه اللي الاخرى غنلوي جوج لويات على الابره باش تجيني هنا الراندا غاديه مقاده مع الثوب ما تجيش هنا مشربه، وفي نفس الوقت ملي كنبغي ندرس هاد العوينه تيجيو مزيانين، الخيط رقيق الا درت غير لويه وحده غتجي العين رقيقه غادي ضيقه، تقدر من بغي ندرس تقطع ولا شي حاجه ديروا هاد الطريقه راه تجي مزيانه. نرجع مع السطر، غنبقى نفتح في هاد العوينات غنضرب ما بين هاد جوج ضربات كاينه هاد العوينه غنخدم فيها صافي، ونخلي هاد العوينه ونجي لهنا. ننزل مع السطر غنخلي هاد جوج عوينات ديال البلاصه اللي غلفنا ونجي نخدم هنا في هاد العوينه
هنا اخواتي ولا الخيط قصير، غادي ندخله هنا في التوب، غنجي لهنا في اخر ضربه نختم فيها ونهز هاد العوينه ديال الحرير. نزير هاد الضربه ونجر الخيط لتحت، صافي نجي لهاد الخيط غنعمرو بثلاثة، واحد جوج ثلاثة، نخدم هنا عادي في هاد العوينة، نعمر جوج مرات، نكمل هنا اخر عوينه غنلوي جلويات، نعاود نرجع مع السطر نجي ما بين هاد جوج ضربات، كاينه واحد العوينه غنخدم فيها ونخلي هاد العوينه ونجي لهنا. نشد هنا في التوب، صافي اخواتي. بالنسبه لهنا راه غنبقاو نفتحوا في هاد العوينات، نفتحوا حتى القياس اللي بقى لينا هنا في الجنب ربعه العوينات ونحبسوا القياس اللي جانا، ما غنظنش غيجيونا تسعود لحقاش هاد العوينه التاسعه هي اللي مشات هنا الوسط، غيجيونا تقريبا غير 8. نبقى نخدم في الكورميط ونفتح في هاد العوينات حتى نوصل لهنا، بحال هنا بحال هنا، ملي وصلت لهنا راه بقاو ليا ما بين هاد العوينه وهنا التوب تيبقاو ربعه، صافي ديك الساعه غنحبس الخدمه وغنبقى نخدم مسرح بحال هنا. نبقى غادي نخدم مسرح قياس 10 ديال الضربات، ومن بعد لكان باقي ليا التوب راه غنعاود نفتح عوينه من هنا من هاد البلاصه ونبدا غاديه بها عاوتاني. المهم اخواتي بالنسبه للفتحه ديال العنق هذه راه بغينا نخدموها، راه ماشي تتشد لينا غير نص ساعه، راه تتشد سويع، وحنا اللي بغا نصوروا معكم ما يمكنش نديروا فيديو فيه شحال من ساعه غير في الفتحه ديال العنق. تنحاولوا اخواتي نختصروا ونعطيكم حاجه اللي هي مفيده وانتم كملوا عليها، غادي تجيكم ان شاء الله بحال هذه. دابا صافي هاد الجهه غنكملها بنفس الطريقه، هاد الخيوطه ملي كنخدموا واحد شويه كنحيدوهم. الا درتوا الطريقه اخواتي اللي قلت لكم تقسموا الراندا، خدموا واحد سنتيم، تعرفوا القسمه كيفاش غتجي، تشدوا قياسكم تقلبوا، ديك الساعه غتخدموا عادي كل جهه غتتبعوا عليها كيف ما قسمتوها، غتخدموها وهي مقلوبه بهذه الطريقه، راه غتخدموا الفتحه ديال العنق بلا ما زعما تخسروها اولا تجيكم صعيبه. هنا غنعمر ثلاثة وصافي اخواتي، دابا الخدمه راه باينه واضحه، بلا ما نبقى نطول عليكم في الفيديو نعاود لكم غير نفس الخدمه، غادي نكمل هنا بنفس الطريقه وهنا بنفس الطريقه حتى نكمل هاد العوينات هادو. من بعد غنخدم المسرح، بقى ليا التوب راه غنزيد نفتح هادي، ما بقاش التوب راه غنسالي. هنا كنطيحو واحد شويه قياس واحد جوج ضربات ولا هكاك باش تجي هكا راندا نازله، باش ملي نبغيو نركبو القبه يجي حتى هو نازل. وصافي اخواتي هادشي اللي كاين، من بعد ان شاء الله غندير معكم الزواق. ما تنساوش اخواتي من باب الدعم والتشجيع ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اللي ما مشاركش في القناه تشارك معنا، مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل الاخوات اللي مهتمات بالراندا وباغي يتعلموا ليها. وبسلام عليكم.